كنت عايز تكمل في الموضوع ده وارجع لعمر تاني. دلوقتي حضرتك احنا سهل جدا سهل جدا يبقى نعمل يعني ايه كومبينيشن، اللي هو هدخل انديه الشركات تعمل ميرج مع الانديه الجماهيريه، سهل جدا. يعني بكره يبقى مثلا عملوا ميرج مثلا نادي السويس وبتروجيت بقوا فريق واحد، دمنهور بقى مش عارف ايه، بيراميدز بقى اسيوط مش عارف ايه مع اسوان، سهل جدا. ويبقى مين سبونسر، ده سهل جدا، يعني مين سبونسر سيراميكا على مثلا فنيه غاز محله مثلا، يعني انا بقول ده مثال تصور يعني خيال. انت كده بتقولي ان الانديه دي طلعت تخسر، لان انا دلوقتي سي مثلا عندي قاعده جماهيريه في السويس هتملى الاستاد مثلا 40 50 الف كل ماتش، عندي نادي زي بيراميدز بينافس 50 الف في متوسط 100 جنيه، انت تعمل 5 مليون جنيه في الماتش، عندك 30 ماتش على ارضك ما بين افريقيا ودوري وكاس، يعني حضرتك دلوقتي بتتكلم في 5 مليون في 30 ماتش 150 مليون جنيه مع البث والرعايه، ودخلت بطوله بعت لاعب، فاكيد هتطلع كسبان في الاخر، مش هتخسر. لكن انت طالع تخسر ليه؟ يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجه، برضو الانديه اللي ما عندهاش جماهير ما عندهاش صداع، بمعنى مثلا يعني هنشوف فرق ما بين حسني عبد ربه لما كان جاي مثلا رايح الاهلي حصل مشكله والجماهير كانت زعلانه ومش عارف ايه، لكن عبد المنعم كان واخد اعاره سنتين قالوا راح راجع الدنيا سهله. فهي انت كده بتنافس ولا لا؟ انا لو بقى نادي وعندي جماهير وبنافس على البطوله، لا مش هسيب عبد المنعم دلوقتي. فهي الموضوع بقى ايه اللي بيخلي ان في قوه في المنافسه؟ الجماهير هي اللي بتدي الروح ده. طيب كنا مع كنت بره مع كابتن احمد عبد الحليم وبنتكلم على فكرة المشجع الزملكاوي، اللي كنت بقول له دلوقتي بقى في نوعية كده قاسم السماوي، نوعية غريبة داخلة، أول ما الأهلي يكسب بطولة كأن الزمالك هو اللي خسر، يروح قلبين قلبة غريبة الشكل في كل بتاع، جاتنا لينا في حظنا الهباب ومش عارف إيه، ليه قلب قاسم السماوي؟ وبعدين يقلبوا على مجلس الإدارة كأن مجلس الإدارة مثلا خسر بطولة، ما تخليك في نفسك زي بالظبط زي ما بيقول، يعني أنت خليك ركز في، أنت دلوقتي فرع أكتوبر، ألاقي تريقة، تريق عليك. يعني انت دلوقتي بدأنا العمل، وطبعا الطبيعي ارض وصحراء ولسه هتبدا خلاص لازم تفرد الارض وبتساوي الارض عشان تبتدي تشتغل. بالظبط تريقه فعلا. تريقه ما اصل هي ايه، لا هو في توجه خلاص في قصه في هجوم مهما هتعمل. انا دلوقتي بنقول ايه الفرع الثاني عشان نحاول نوجد موارد ماليه ننافس بها منافس اربع خمس اضعافنا، مفيش مشكله. طب دلوقتي انت عندك برضو كنت بتضايق جدا الاستاذ عمرو اديب يطلع يقول ايه سيبوا لنا حاجه، بيغذي الروح دي برضو. روح الانهزاميه دي مش عارف ليه، يعني دايما يقول لك ايه ما تسيبوا لنا حاجه، انتوا هتفضلوا واخدين على طول، احنا بيمثل الزملكاوي برضو، انا ما بحبش الزملكاوي اللي هو ايه على طول حزين دي او منكسر، دي رياضه او منكسر، مش قد تشجيع الزمالك يا جماعه تشجعوا. بالعكس عايز اقول لك حاجه بقى، والله العظيم ما بهزر، انا احترامي يعني انا لما باجي اخد بطوله وانا مثلا معايا 100 جنيه باخدها من واحد معاه 1000 جنيه بتبقى عزيزه قوي. لا ده انا واخد بطوله، ده انا واخد بطوله وعامل تضحيات كبيره جدا كفاح ومرتب البيت عشان اوصل للبطوله. مظبوط. لكن انت لما تكون واخد معاك مليون جنيه وبتاخد بطوله من واحد معاه 200 جنيه ده الطبيعي، يعني انت عاوز تقول ان بطولات الاهلي لا مؤاخذه، بطولات الاهلي بطولات الزمالك اللي بياخدها من المنافس. بالظبط. يعني كاس مصر واخدها من المنافس، الدوري واخده من المنافس، رغم ظروفك الصعبه والحجز على اموالك والمستشار مرتضى منصور يعني بيحاول يوفر كل حاجه من انا بدات بصعوبه رغم الحجز ورغم وقف القيد لكن بيوفر ده وبتاخد بطولات منه.